السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في المقدمة العامة لورشة Behind Enemy Lines، اللي هي إحدى ورش دبلومة الخدع السينمائية والمؤثرات البصرية اللي بنحضر لها إن شاء الله في gfxacademy.net، وإن شاء الله ننشر تفاصيلها قريب بإذن الله. أنا بس حابب في المقدمة دي أقول لكم نبذة بسيطة عن البرامج اللي إحنا هنشتغل بيها، دور كل برنامج فيها عبارة عن ايه، ويمكن انا نقيت اصعب مشهد في المشاهد كلها بصراحة اللي احنا نعملها محاكاة، ويمكن اكتر مشهد هياخد مجهود كبير جدا 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 في عملية الشغل، اللي هو المشهد رقم 8. لو احنا جينا نشوف المشهد ده ونحاول ان احنا اديكم نبذة مختصرة عنه. طبعا الطيارة دي كل الشغل اللي هيتعمل تقريبا هيبقى اغلبه في المات، او نقول 70% منه في المات بينتينج والكومبوزيتنج. لو جينا نبص بصه سريعه هنلاقي ان الطياره دي تمام هيتم عملها كلها بالانيميشن بتاعها جوه سينما 4D. يمكن انا هتعرض لحته حلوه قوي في سينما اللي هي المات بينتينج، واحد يقول لي بس الطياره مش مستاهله ان انا اخش، اسف في البودي بينت، الطياره مش مستاهله ان انا اخش في البودي بينت. هقول له لا، الطياره مستاهله ان انا اخش في البودي بينت، لان انا هضطر ان انا في اللقطه زي دي اللي جايه دي، الطياره قريبه جدا من الكاميرا، عندي هنا الحاجات اللي هي ان جي والنيفي والشعار بتاع الاير فورس بتاعه اليو اس اي، كل الكلام ده لازم يبان كانك حاطه بايدك بالظبط. غير كده كمان الطياره ما هياش كلين، يعني الجسم بتاعها ما هواش كلين، في تباين في الالوان، في سكراتشز، في كل الكلام ده مش هينفع يتحط غير جوه البودي بينت. لقطه زي دي طبعا بالفوتوشوب هيتم عمل كل الانفايرمنت دي بالمات بينتينج، بعد كده بال 3 دي كومبوزيتنج هيتم عمل الدبابه او المدرعه، وفي الافتر افكت او في البوست برودكشن هنحط الكالر كوركتنج، وهنحط الفي اف اكس فيجوال ستايلز اللي هي الدخان والكلام اللي انتم شايفينه ده كله. نفس اللوكيشن هيتعاد تقريبا بس من زاويه تانية علشان نبين طلعه الصاروخ. طبعا الصاروخ ده هيتعمل جوه سينما 4D. الانيميشن ان شاء الله هيكون معاكم فيه الاستاذ وليد المعداوي، تمام. وفي الكومبوزيتنج برضو ان شاء الله هكون معاكم انا المهندس احمد الرحمن، و معانا الاستاذ ابراهيم محسن من gfxacademy.net. برضو نفس الموضوع هنا، اللوكيشن مات بينتينج، والمدرعه دي هيتم عملها على سينما 4D مع التيكتشرينج والتهيئه، يعني نقدر نقول بنسبه 70% للكالر كوركشن في الافتر افكت. وبعد كده طبعا يتحط كل الكومبوزيتنج اليمنتس والفي اف اكس اليمنتس في الافتر افكت. نفس الموضوع، اللقطه دي يمكن على قد ما هي تبان انها سهله لكن هي صعبه حبتين. ليه؟ اولا لو احنا جينا نرجع كده، الطياره دي هتعدي وراها، طبعا كل الكلام ده اتحط في الافتر، لكن في حته شويه فيها داينامكس في السينما 4D اللي الحته بتاعه التحريك بتاع الشجره دي هنشتغلها شويه. هنشتغل ب التول او برنامج سبيد 3، وفي الحته دي بالذات الحته اللي هتتحرك دي هنشتغلها بالاكسبريسو والهير، يعني هنشتغل بالداينامكس في سينما 4D. طبعا كل البوست برودكشن دي هتتحط في الافتر افكت. الجزء طبعا بتاع الماب بينتنج ده يمكن اطول جزء هياخد وقت، اللي هو الجزء ده خلاص ده هتكون معانا فيه ان شاء الله المهندسه زينب محمود. يمكن ده اكتر مشهد نقدر نقدم فيه تشريح كامل للي هنعمله في كل برنامج من اللي احنا قلنا ان شاء الله ان احنا هنشتغل عليهم. طبعا كل التكامل ده وكل الدنيا دي هيتم تجميعها جوه الافتر افكت. طبعا هنتغاضى عن الحتت اللي فيها صور اشخاص، هيتم هنعمل لها كات. مش عايز اتكلم كتير عن الدبلومه اللي احنا بنحضر لها، يعني مش عايز احرقها، لكن ان شاء الله قريب قوي هيطلع الاعلان عن الدبلومه باذن الله، وانتظرونا ان شاء الله في بدايه او في الاسبوع القادم باذن الله مع اول درس، وهو ازاي ان احنا نقدر نعمل الطياره، وازاي ان احنا نعمل التيكت شيرنج
على الطيارة بإذن الله. يليه بعد كده مرحلة الانيميشن ومرحلة الماب بينتنج، ثم يليها في الاخر مرحلة البوست برودكشن او الافتر افكتس. هنستخدم شوية حاجات ظريفة قوي في الافتر بالذات، يعني من ضمن الحاجات اللي هنستخدمها هنستخدم بريسات حلوة جدا بتخلي اللايت اللي انتوا شايفينه ورا الصاروخ او ورا الطيارة يبعد دايناميكلي مع الكاميرا. مجرد ما ابعد الكاميرا اللايت بيبعد، ولو قربت الكاميرا اللايت بيزداد سطوعا او الحدة بتاعه الانتنسي بتاعته بتزيد. كل الفونتس اللي هنستخدمها، كل البريسيتس اللي هنستخدمها، البلوجنز اللي هنستخدمها ان شاء الله هتبقى مرفقة مع الدورة باذن الله، وهنطلعها قبل اول درس كمان علشان تقدروا انتوا تنزلوها وتتابعوا معانا بدون اي مشاكل. حتى الموديل الجاهز اللي احنا نستخدمه للاف 15 برضو ان شاء الله يتم ارفاقه عشان تبدأوا معانا الشغل من اول. دي كانت مقدمة سريعة قوي للي احنا هنشتغله او اللي احنا هنعمله، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في اول درس من دروس الورشة. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.